خلينا نروح لتقرير عمله المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، كشف عن الاقتصاد المصري، حساب الاقتصاد المصري في 8 سنين، واللي أظهر قدرة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات. الدليل على كده إيه؟ الدليل هو تحقيق أعلى معدل نمو من 14 سنة، ده طبعا بالرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. خلينا نتابع التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. على مدار السنوات الثمانية الماضية سعت الدولة المصرية لبناء اقتصاد وطني يتمتع بمقومات تنافسية ومرنة تساهم في تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات الشاملة والحوافز الاستثمارية المتنوعة، فضلاً عن مواصلة جهود رفع كفاءة سوق العمل وتدعيم مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب تبني الدولة لخطط التنمية في إطار عمل تشاركي بين مختلف قطاعاتها وشركاء التنمية داخلياً وخارجياً، وهو الأمر الذي شكل حجر الزاوية في القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية الراهنة التي أضرت بمختلف اقتصادات العالم. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقريراً تضمن إنفوغرافات تتناول كشف حساب الاقتصاد المصري خلال 8 سنوات الماضية، وما يثبته من قوة ومرونة في مواجهة التحديات في ظل توالي الأزمات التي تضرب اقتصادات العالم. التقرير أشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاماً على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وحيث يفوق معدل النمو الاقتصادي معدل النمو العالمي المتوقع أن يبلغ 3.2% عام 2022 ليحقق 6.6% في عام 2021-2022 مقارنة ب 2.9% عام 2013-2014. التقرير أشار إلى إشادة صندوق النقد الدولي باتخاذ مصر عدة إجراءات اقتصادية لمواجهة الأزمات المتلاحقة، معتبراً أن تلك الإجراءات تمثل خطوات جديرة بالترحيب بما تحققه من توسع في الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق مرونة حركة سعر الصرف. يعني كلام مهم جدا تضمنه تقرير مجلس الوزراء الخاص بكشف حساب الاقتصاد المصري خلال 8 سنوات. يمكن المهم في الموضوع ده هو قدرة الاقتصاد المصري على المقاومة ومرونة الاقتصاد المصري في ظل يمكن أحداث عالمية غير متوقعة مر بها العالم ككل، بداية من أزمة جائحة كورونا وما خلفتها من تداعيات اقتصادية، دخلنا بعد كده في حرب روسية أوكرانية كانت سبب كافي جدا يقول حاجة واحدة بس، إن الاقتصاد القوي هو الاقتصاد القادر، اقتصاد الدولة القوية هو الاقتصاد القادر مش بس على تلقي الأزمات بمرونة والتعامل معها، لا، أصبح الاقتصاد مش بس الحفاظ على أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، لا، هو الاقتصاد القوي هو القادر على وجود هذه السلع من الأساس في ظل نقص سلاسل الإمداد والتوريد. فاقتصاد مصر خلال 8 سنوات قدر اللي هو يحقق أعلى معدلات نمو خلال ال 14 سنة اللي فاتت، في ظل كانت يمكن توقعات كبرى مؤسسات التقييم الخاصة بمعدلات النمو العالمية اللي ما بتجاملش حد، كانت بتقول إن هنحقق تقريباً 3.2% معدل نمو، إحنا وصلنا ل 6.6%، فده أعلى معدل نمو غير متوقع بصراحة، وده بسبب مرونة الاقتصاد، وجود مشروعات قومية كبرى بتعتمد في الأساس على خطة تشاركية بتشارك فيها كل القطاعات وكافة شركاء التنمية سواء كان داخليا أو خارجيا، والقطاع الخاص تحديدا كان شريك في هذه المشروعات، ويمكن كنا بنشوف رؤى العين أثناء الافتتاحات، بنشوف كتير جدا من الشركاء الخاص برجال الأعمال والقطاع الخاص تحديدا بيشارك في التنمية، وشفنا مؤخرا وثيقة ملكية الدولة اللي يعني كانت جلساتها بتذاع على العلن علشان خاطر نعرف ايه هي القطاعات اللي الدولة بتبحث عن تخارج فيها خلال الفترة الحالية لدفع او وجود نسبة اكبر للقطاع الخاص للمشاركة فيها. فيعني بنتمنى مزيد من معدلات النمو المرتفعة في الاقتصاد، لانه بضرورة الحال هينعكس على حياة المواطن المصري، لكن بشرط معدلات الزيادة السكانية تكون منخفضة، الآفة الحقيقية لمواجهة اي نمو بيحصل.
ده بكل تأكيد. لكن لو هنرجع تاني نفس الموضوع اللي كنت بتكلم فيه الحقيقة عبد الصمد، يمكن احنا دايما بنحب نبص نلاقي الوكالات العالمية بتقول ايه عن أداء الاقتصاد، واحنا بنتكلم عن أداء الاقتصاد المصري خلال 8 سنين اللي فاتوا. احنا ابتدينا والتقرير اتكلم عن مرونة الاقتصاد المصري. يعني ايه مرونة الاقتصاد بشكل عام؟ هو تنوع مصادر الدخل في الاقتصاد، يعني يكون عندنا مصادر دخل من قطاع الزراعة، من السياحة، من الصناعة وما إلى ذلك. احنا بالنسبة لنا في مصر الحقيقة على مدار، ونتكلم على 8 سنين اللي فاتوا زي ما ذكر التقرير، احنا بالفعل كنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نسابق الزمن عشان نقدر ان احنا اولا احنا عندنا إرث ثقيل على مدار سنين فاتت كتير جدا، كان لازم نلحق ان احنا نتلافى المشاكل اللي كانت موجودة، ده غير ان احنا بنحاول كمان ان احنا نواكب العالم. بالفعل قدرنا ان احنا نحقق نوع من انواع المرونة في الاقتصاد المصري، وده شفنا يمكن اثاره شفناها خلال أزمة كورونا. طب برضو واحد من مؤشرات يمكن تحديد الاقتصاد او قوة الاقتصاد هو أداء العملات. لو بصينا لوكالة بلومبرج قالت ايه عن الجنيه المصري في 2013، قالت انه من أسوأ العملات في العالم أداء. 2020 نفس الوكالة، وكالة بلومبرج، ذكرت في تقرير ليها انه الجنيه المصري من أفضل العملات في العالم أداء أمام الدولار. ده بيحصل إزاي؟ مرة أخرى من خلال مرونة الاقتصاد، أي تنويع مصادر الدخل بالنسبة للاقتصاد. إحنا بالفعل بنسير على خطة ثابتة، خطة لازم نعترف إنها صعبة، ولسه محتاجين كمان في قطاعات مختلفة، محتاجين نشتغل أكتر، ومحتاجين نطور أكتر، ومحتاجين ننمي أكتر، لكن مهم جدا إن إحنا نبقى واقفين على أرقام سليمة، واقفين على تحليلات سليمة، عشان نبقى عارفين احنا قادرين نشتغل فين ونطور فين ومحتاجين نزيد من ايه وما الى ذلك. في فرص عمل كتير جدا اتوجدت خلال الفترة اللي فاتت، يمكن في العالم كله، بالعكس كانت خلال كورونا ناس كتير جدا فقدت اشغالها، مع وجود مشروعات كبيرة ومشروعات تنموية كبيرة في مختلف المحافظات، بقى حتى يمكن أولاد أو أبناء المحافظات ما بيضطروش إن هم يهاجروا الهجرة الداخلية، بقوا قادرين يشتغلوا في نفس محافظاتهم، قادرين إن هم يوفروا لقمة عيش، قادرين يعملوا يوفروا لأسرتهم حياة كريمة. ويمكن ده لو حد بس سأل، لو يعرف حتى حد من أسرته في محافظة أخرى ممكن يسأله وممكن يتأكد من هذا الكلام. على أي حال احنا طبعا زي ما دايما بنقول الطمع في الخير حلو، واكيد بنتمنى ان احنا نشتغل اكتر، وانه نشوف صناعه مصريه قويه، نشوف سياحه مصريه قويه، نشوف المنتجات الزراعيه المصريه قويه، اي حاجه الحقيقه احنا قادرين ان احنا نعملها. لكن لازم زي ما انت كلمتي عبد الصمد، طبعا الافه الكبرى بالنسبه لنا الزياده السكانيه. يمكن زي ما دايما بنقول احنا كلنا عايزين ولادنا يبقوا احسن حاجه في الدنيا، وعايزين لمه وعايزين عزوه، لكن في نفس الوقت لازم ولادنا دول نضمن لهم حياه سليمه وحياه كريمه، تعليم سليم وصحه سليمه. عشان نقدر نوفر ده لازم نبقى عارفين كويس قوي انه يعني واحد او اتنين كفايه، نقدر نربيهم كويس، نقدر نعلمهم كويس، نبقى ضامنين ان صحتهم كويسه. فاعتقد عاوزين لما وعاوزين عزوه انا معاكي، لكن عاوزين نشتغل طبعاً. عاوزين يبقى في عمل، عاوزين عجله انتاج تدور، لان لو ما فيش ده اعتقد كلنا شفنا، والدرس اللي فات ده علمنا كويس قوي ان الدول القادره على البقاء وعلى الصمود اقتصاديا هي الدوله اللي قادره تنتج قوت يومها بايديها، اللي هي عندها تقدر تحقق اكتفاء ذاتي زراعي. زمان لو تفتكري كان في اهمال، وكانت الاراضي بيتم تبويرها والبناء العشوائي عليها. النهارده رجعنا لشكل دوله فعلا قادرة، دولة حضارية، دولة متقدمة. من خلال إيه؟ من خلال فن التخطيط. وأعتقد يا جمانة كشف زي كشف حساب الاقتصاد المصري خلال 8 سنوات ده مهم جدا، مش بس عشان نقول اللي احنا الحمد لله أحسن من غيرنا خالص. الهدف الرئيسي من ده فكرة اللي أنا أبتدي أصارح وأبتدي أقيم ذاتي، ولو في قصور في بعض الجوانب أو بعض الاتجاهات أشوف حل بديل ليها أو حل آخر ليها. ويمكن ده ما كانش بيحصل في الماضي، اللي احنا نبتدي نقيم نفسنا بنفسنا.